أول للحول المحليات الأصايل ذهب مع لؤلؤة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا والناموس لابو ناصر على هذا الفوز، وتهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. 9:22 وجزئين من الثانية، تهانينا على هذا الفوز. ياتي الشوط الثاني بنفس الشعار مع بروق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. 9:17 وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذا الاسم. الشوط الثالث ذهب مع مصباح لأحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط. فأكد بن صميط هذا الفوز والانتصار والعصا في الأبطان بدون أي أوامر. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. 9:35 جزئين من الثانية، بينما شوطنا الرابع ذهب مع نقد لسعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد شعار الشقي. 9:26 8 أجزاء من الثانية، وتهانينا الحمداء بن سعيد بن يابر، والتهنية أيضا العامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي من قدم هذا الأداء. ياتي الشوط الخامس، طاعل أحمد بن حمد بن مبارك أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، وكان شعار أبو فيصل مع الموعد أيضا بقيادة حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. 9:17 وستة أجزاء من الثانية، محققة التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح. ياتي الشوط السادس، نجوم لعيد بن نجم العطوي. فأكدوا أبناء تبوك الورد هذا الفوز والانتصار ب 9:18 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما سابع الأشواط، شاهين حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري ب 9:33 وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمن يطبع على هذا الفوز. ياتي الشوط الثامن، فاز فيه لهب لمحمد بن سلطان بن مرخان. فأكد شعار الصعب التواجد مع سن الكبار بقيادة بدر بن علي بن حمود العويسي. تهانينا والناموس أيضا لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. 9:34 ثلاثة أجزاء من الثانية. بينما الشوط التاسع، العزوم لمحمد بن حمد بن حميد راعي حير الدرعي. فأكدوا أبناء الجنوب هذا الفوز والانتصار ب 9:25 جزاء من الثانية، تهانينا والناموس لراعي حير على هذا الفوز المتميز. ياتي الشوط العاشر، فذهب مع سهرة لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، واهدى ابناء العين دار الزين هذا الفوز ب 9:20 ثلاثة أجزاء من الثانية. هكذا وصلنا بكم إلى الختام، ختام هذا الصباح، مذكرين بالمساء بانطلاقة 12 شوطا سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. شكرا مخرجنا حسين السيد، موسى المندري، يوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق.